بنتكلم عن دلوقتي افتتاح مصنعين للغازات الطبيه والصناعيه، ودلوقتي بينضم لنا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني لو نعرف الناس اكتر ايه هي هذه المصانع الغازات الطبيه والصناعيه وقيمه انتاج هذه الغازات ومدى احتياجنا ليها هنا في مصر. مساء الخير يا استاذه هدير. اهلا بحضرتك. حضرتك الحقيقه اللي احنا شفناه النهارده جزء من منظومه كبيره جدا جدا ومهمه جدا، والحقيقه كلها يعني الحقيقه بكل امانه مبنيه على توجيهات واستراتيجيه السيد الرئيس. النهارده حضرتك احنا شفنا مصنع او مجموعه من المصانع، الجزء فيها مثلا على سبيل المثال توفير غاز الاكسجين، امتداد القدره المصريه الانتاجيه لانتاج الاكسجين الطبي والغازات الاخرى المهمه للقطاع الطبي والصناعيه في منتهى الاهميه. طبعا احنا حسينا بهذا جدا في اثناء ظروف ازمه كورونا، لما جت مرحله من المراحل وكان الاحتياج للغازات الطبيه والاكسجين تحديدا احتياج كبير جدا، نظرا لان الحالات اللي كانت بتصاب بكورونا في هذه الازمه كان كمية الأكسجين اللي بيحتاجها كل مريض كمية ضخمة جدا. يعني احنا ساعات بندي العيان 2 لتر في الدقيقة أو 3 لتر أو 4 لتر. في حالات احتاجت بوسائل أخرى لإمداد المريض بالأكسجين كانت بتحتاج حوالي 15 لتر في الدقيقة أو أكتر من كده. كان في لحظات في نوع من الخنقة في توفير الأكسجين، لكن توجيهات الحقيقة الرئيس المسبقة وهي فكر استراتيجي رائع جدا، يبقى عندنا احتياطي، اولا يبقى عندنا انتاج يكفي احتياجاتنا، واحنا عارفين اللي احنا اتزنقت فيه في بعض الاحيان وكان في مشكله عالميه في الامدادات وسلاسل التوريد والحاجات دي كلها، وده اثر كثيرا مش عندنا الحقيقه في بلاد كثير على توفير الاجهزه الطبيه والمعدات والمستلزمات والادويه. فالنهارده لما يكون عندي حاجه استراتيجيه للغايه زي الاكسجين وعندي مصانع مصريه بتنتج الغاز السائل اللي انا بقدر احوله الاكسجين السائل، اللي زي ما حضرتك شفتي التنكات الكبيره جدا اللي بتسع كميه كبيره من الاكسجين علاوه على الاكسجين الغازي اللي هو بيتعبى في اسطوانات، وفي الحالتين دول المريض قد يحتاجه في البيت او في المستشفى او في الرعايه المركزه او في اي حته. الحقيقه هذا فكر استراتيجي رائع، ودايما الرئيس بيتكلم على توفير كل، وهو السيد الرئيس قال كده النهارده، توفير كل المستلزمات وما نحتاجه محليا، ليس فقط لتوفير المال لكن ايضا لضمان اي ظروف طارئه سواء اوبئه او اي حاجات ثانيه قد تحتاج هذه الاجهزه او هذه الغازات. صحيح دكتور، عايز انتقل معاك للصندوق الخاص بوزاره الصحه واللي سياده الرئيس كان يعني بيتكلم عنه النهارده، وانه جزء اساسي في تنفيذ مشروع التامين الصحي، وبنتكلم عن 70 مليار جنيه. اليات وانجازات هذا 70 يا فندم. اتفضل يا فندم. 70 مليار. 70 صحيح. هو سيادتك منظومه التامين الصحي الشامل هو تامين صحي وفي نفس الوقت تامين اجتماعي، وفي نفس الوقت فيه الناس بتدفع اشتراكات وفي مساهمات من حتت كتير جدا. اخر التامين الصحي حضرتك بيغطي كل المواطنين في وقت من الاوقات، بدانا في عده محافظات وان شاء الله تدريجيا هيغطي المحافظات الاخرى. حضرتك طبعا الاشتراكات او المساهمات بتعتمد على دراسه اكتواريه او دراسه جدوى، يا ترى انا هغطي كام مليون مواطن والخدمات الصحيه هتروح، احنا انا مغطي مثلا 3 مليون في الحته الفلانيه، باحتمال الدراسه كم في الميه من المواطنين دول يجي لهم امراض؟ 10% 15%، وبعدين كم في الميه منهم قد يحتاج تدخلات طبيه مكلفه للغايه؟ فاذا انت بتحط الاشتراك سيادتك على هذا الاساس. طيب افرضي لاي ظرف طارئ او وباء حصل أو حصل حادثة كبيرة الله لا يقدر أو كوارث أخرى، يا ترى هذه الاشتراكات أو هذا العائد هيغطي الخدمات اللي أنا هقدمها ولا لا؟ أدي شق. الشق الثاني دائما الأجهزة الطبية والمستلزمات
والمستهلكات اللي بتستخدم والكوادر البشرية، كل دي والتكلفة بكل ما نستخدمه سعره بيزيد. فإذا أنا قد أكون التكلفة بتاع سنة 2010 مش هي بتاعة 2020، وهي فعلا مش هي، ومش هي بتاع 2030. طيب أنا خدت اشتراكات وقدمت خدمات غطتني سنة 2022، 23 حصل طارئ، هعمل ايه؟ فكرة من هذه الصناديق يبقى عندك احتياطي استراتيجي زي ما كلمت سيادتك من شوية. احتياطي الاستراتيجي من الأجهزة والغازات والمستلزمات، لازم يبقى عندي أيضا سيولة مالية موجودة كاحتياطي استراتيجي لو احتجت تكلفة أكثر من التكلفة المتوقعة أغطيها. وده على فكرة توجه استراتيجي ليس فقط في قطاع الصحة لكن في قطاعات أخرى كثيرة. صحيح. وزي ما قال سيادة الرئيس برضو حاجة مهمة جدا النهاردة، أنا يجب ألا أعتمد في الحاجات الحيوية أو الأساسية أنا مصدر واحد للتمويل. لازم يبقى عندي مصدر مضمون دائم ومستمر ومتزايد. يعني ال 70 مليون دول حضرتك من كام سنة من كام شهر كانوا 52. فأنا لازم يبقى عندي احتياطي استراتيجي مالي زي ما عندي في المعدات والمستلزمات والحاجات دي كلها، أغطي بيه أي تكلفة حادة أو طارئة أو متزايدة. صحيح. ويمكن حتى يا دكتور لتنمية وتطوير الكادر الطبي البشري اللي هو أصلا بيدير هذه المنظومة. بالضبط يا فندم، يعني سيادتك الكادر البشري له مستلزمات، أولا لازم يبقى فيه نوع من زي ما برضي ودي فكرة التأمين الصحي. يعني دايما احنا عندنا واحنا بنتكلم في التأمين الصحي رضاء المنتفع اللي هو بيستفيد، ده أساسي. ولازم عشان ترضي المنتفع لازم ترضي الكوادر البشرية لمقدم الخدمة، وهذه الصناديق أيضا بتساهم في هذا. طيب دكتور يعني انتهز انه حضرتك معانا وطمنا على الوضع الوبائي العالمي، واحنا داخلين على سنة يعني معظم الناس بتقول انها سنة صعبة. شوف يا فندم الوضع الوبائي، تقصد الكورونا حضرتك؟ الكورونا وغيره. طيب شوف يا حضرتك انا عايز اقول حاجة مهمة عشان حياتك دي برضو يتهم مشاهدينك حضرتك. الفيروسات التنفسية كثيرة جدا. صحيح. جدا، يعني أعداد ضخمة، وإحنا ساعات وكلها تشابه الأعراض كلها تتشابه، عشان كده إحنا بنسميها الفيروسات التنفسية التي تشابه الإنفلونزا. كلها بتيجي بعطس ورشح ووجع زور وارتفاع في الحرارة وبعض السعال والتكسير في الجسم إلى آخره. طبعا كلنا مرينا بالفترة الثلاث سنين اللي فاتوا اللي كان فيها أزمة كورونا. أتكلم سيادتك الأول على موضوع كورونا، كورونا ما زال موجود عالميا. يعلن حتى هذه اللحظة خلو العالم من فيروس كورونا. وزي ما احنا شايفين في بلاد فيها الحالات رجعت تزيد. بطلوا يعدوا، يعني قالوا كان عد خلاص لأن العدد فات وزاد. طيب وفي بلاد أخرى ما زال موجود وما زال انتشار المرض بدرجاته المختلفة موجود. وطالما هذا موجود يبقى احنا لازم يبقى عندنا حرص وحذر شديد جدا. الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمرة. لكن الوضع الوبائي في مصر من ناحية كورونا حاليا الحالات قليلة، حالتها الحالات بسيطة وإلى متوسطة وليست شديدة جدا. وحالات دخول المستشفيات قلت للغاية والحمد لله، في يعني وفيات صفر خلال الفترة الماضية. لكن عندنا فيروسات تانية برضو أقول لسيادتك عشان يبقى السادة المشاهدين معانا كل أنواع هذه الفيروسات موجودة وإحنا عارفينها. تانية ما حفيش حاجة جديدة، يعني سواء فيروس الإنفلونزا بأشكاله المختلفة. الفكرة فيروس الإنفلونزا كله بنقول عليه إنفلونزا، لكن هم أنواع كثيرة جدا جدا، يطلعوا 256 نوع. في فيروس المخولي وغيره. فإذا وطبعا هي فترة تغير الفصول من الصيف إلى الربيع ومن الربيع إلى الشتاء ودخول المدارس والحضانات والجامعات. صحيح. يكون في أعداد بتتزايد في هذه الفترة. لكن أعداد لا تشكل وباء، لا تشكل خطورة، لكن لازم ناخد بالنا كل واحد يصاب
بأي نوع من هذه الفيروسات، هي في معظمها جدا حالات بسيطة لكن قد تحدث منها بعض المضاعفات. أي واحد اتفضل يا فندم كمل اتفضل. يجيله أي فيروس من دول سواء طفل أو كبير، حماية له من المضاعفات منعا لانتشار المرض وعدوى الآخرين، يجب أن يعزل في بيته لمدة عدة أيام ويستشير طبيب في إيه الأدوية المناسبة لهذه الحالة. في بعض الحالات أولا التطعيم بتاع الإنفلونزا موجود، بس ده مش لكل الناس، لبعض الفئات اللي احنا بنوصف لها هذا التطعيم. ثانيا تطعيم الكورونا ما زال موجود، وبعض الفئات التي تحتاج هذا التطعيم يجب أن تحصل عليه. هذا هو المنظر العام، والحمد لله الوضع حاليا الوباء مستقر جدا، لكن يجب أن نستمر بشدة في الحذر والحرص والوقاية والعلاج. نظرة تفاؤلية صحية للعام الجديد يا دكتور محمد، كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة حضرتك ومصر كلها بخير، وإن شاء الله بصحة وسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.